اشتي الحمد لله حنا في المهايا حنايا كنقلعوا البطاطا وهذه هي السلعه الممتازه وهذه هي السلعه ديال القلي وفيها الجوده حنا رزقنا باش خدامين هادو هما اللي كيجيبوها على كتافهم كيجيبوهم فوق السماء كيجروها ما تجيبكمش بنادم يكون لها وكيقول لا هادو هما الرجال اي واحد تيخدم بصحته وبتماره وبالعرق هو الراجل تحياتي للناس تحياتي للحبايب هالصفا جهد الله سلطان جات القويره الا خطاونا هاد الحبايب هادو راه ما قسم لي يخدم هي الهضره والعز والنصر تحيه للمغاربه هادو هما اللي كيجيبوها بالدراهم وكيضربوا تاعها راه هو عرقان هذا وتشري بلاد عام معاك عرفتي اش غتقول ويجيب الله التيسير للجميع الله يدعم معنا اللهم تعالى يحفظنا امين الله ينجينا امين الله ينصرنا امين الله ينصر سيدنا لا يطول عمره امين الله يحفظه امين الله ينجيه امين اللهم تعالى يعلي الفوق امين الله يخليه الفوق الله يحفظ البركه والسلعه الله يكون معنا الامر الله يحفظنا هذه ينجينا شوف شوف هذه السلعه هذه هذه السلعه هذه راه سيدك هذا هذه احسن سلعه هذه جوده هذه راه الجوده هذه مليح المليح هلا هلا هاي المليح هلا هاي المليح هذا هو المليح هذا هو المليح ديال السلعه الحمد لله اللي بغى يتبرع كيقول في المغرب ما فيه والو والله المغرب فيه الخيرات وفيه الخيرات المغرب السي وفيه البطاطا فابور فابور قال التويت وي وقران التويت البطاطا دفعني شان دفعني شان الرباط ود هي سيا وحي شاد درويش هاي شاد درويش وحي شاد درويش السلعه ديالو كتجي مربوحه احسن سلعه والثمن ديالو مناسب وشوف اسيدي الحمد لله من فضل الله شوف الخيرات الله سبحانه وتعالى البطاطا كدير وشوف المسؤولين الخير ديال الله وشوف الخيرات ولكن هاد ولد العياشي هذا هو اللي فيه المعقول بوس يا جدي ونطلبوا الله ييسر الامور وشوفوا الخير في المغرب ييسر الامر وشوفوا الخير في المغرب الجماعه هذه وشوفوا الخير في المغرب الحبيب وشوفوا الحبيب هاد الناس كلشي كياكلوا مع الفلاح كلهم والفلاح هو اللي كيعطينا المنتوج رخصوا الفلاح الفلاح كيخدم وكيتعب وكيتخلص رخصوا الفلاح ولكن خاصو المعاونه خاصو يتعاون عاونوا علاش من عند الدوله وتانا عاونوني هو الفلاح الحقيقي احنا خرجوا بلاعي وهذا الغرض اه يا تا اشتي الحمد لله حنا في المهايا حنايا كنقلعوا البطاطا وهذه هي السلعه الممتازه وهذه هي السلعه ديال القلي وفيها الجوده المهايا والناس ديال المهايا الاصيل اللي كيخدموا كلها جوده كلها جوده وهذو الخدامه هادو تبارك الله كيتعبوا تاهما وكيدفعوا للمواطن وهاد الفلاحه كنطلبوا الله يخلف لهم كاملين المضاع وكنطلبوا الله من المسؤولين ينقصوا علينا ينقصوا في ويعاونوا الخدام والفلاحات ويعاونوا كل شيء والمواد الفلاحيه يكون عندنا فيها واحد ناقصوا وهاد السلعه هذه الحمد لله راه لا ما كانوش هاد الناس هادو ما تقول حتى حاجه راه محاشا لا نعيدوا هايا محاشا نعيدوا براسك قبل لا تعيد حولي عندك عندك الشركه ديال الحليب تصور فوق وانت 20 صندوق مشات وما زال غير 20 صندوق ولا ظهري لا حول ولا قوه دخلت عليك والله دابا انا خبز تاكلوها لا حول ولا قوه وشوفوا مسؤولين هكا وشوف خوش كاي ترافي هاك من شوف هيا هذا الصرا شوف المرأة عندها 30 كيلو انت مسكينة انت فيها 30 كيلو المرأة انت انت شوف هيا راه بدا 60 كيلو هذه هذه ثاني مسكينة عاوتاني في العمر 80 عام هيا هذه بخيخيشة هذه ثاني غمخوشة عاوتاني هيا في الليل هيا هذه عندها 12 عام ها بشوية بشوية شاد دابا هذا بشاد انا بكيك ها انت هاكا شتو نقولوا انت خو وشوف خويك ها الفلوس فاش كيصورها ها انت وشوف 60 كيلو على ظهري وشوف ظهري تشرق شوف ها شوف الحال ها انت خويك ها انت ها انت ها انت شوف خويك ها انت ها انت ها انت وشوف الحال ها ولا عاونا غنتراعي واه المسؤولين الله يدير الخير وانا مزوق لما اشوفه من الحاله وكل مسؤولين راعوا حالتنا ورحنا مشينا فيها وكنوض مع الجوج ديالي نهار نخدم ونهار ما نخدم شيء ورانا مزوق بالله وفيكم المسؤولين والخوت واللي غلب يعفى الخوت ودبروا لنا فين نعطيو الراس مرحبا خويا كنخدموها ب 5 دراهم اخويا كاين العرايش كاين المهايا كاين مكناس كيفاش 5 دراهم وهالسيد اللي كنخدم معاه راه كيخدم مسكين الايمان لا حول ولا قوة مرة كيصبر معانا حتى للطرف وكيخلي في السوق قطيه وكيخلي السوق وكيولي يخدم يوميا المشاريين يوميا كان عنده كاميو ولا دابا عطيك لي غاميت وسبعه الكونتير تهلك مسكين الله يكون في عونه هذه عامل وحنا خدامين معاه
تما مشى كنتبعوه. السلعه هنا بثمن وفي السوق بثمن. وكي ياخذها بثمن كادو له السوق ثمن. ثمن ثمن. هنا كي ياخذ 7 مليون 6 مليون حق السوق كيبيعها ب 40 ريال 45. ولا اله الا الله. وديروا شي حل هالخضاره. ديروا شي حل هالخضاره. ديروا شي حل. الله يرحمكم الوالدين. ديروا شي حل. راهم هازين معاهم هاليتيم هاليعور هالي هجاج ديال الليل وكل نهار اللي كنمشيو ونهار نسيبو الخدمه ونهار ما نسيبوهاش ونهار نباتو بالخلا ونهار نروحو على الدراري والله يرحم الوالدين ما حلو عينكم فينا وراه حنا كل نهار معاهم كنمشيو والفلاح راه طاح وتبعو الخدام والفلاح طاح وتبعو الخدام وشوفوا الحاله والعيد على الله امي امتي احنا مشينا فيها امي امتي والله يرحمكم الوالدين ما داروا شي حل وهذا هو حنا والفلاح طايح وحنا تابعنو والفلاح راه مغط وحنا تابعنو لا اله الا الله لا ما نشوفو حالتنا والمسؤولين ورا الفلاح مشاو وحنا تابعنو وراه كياكل خبيز حنا كناكل خبز معاه وثلاثة درهم صندوق باش نخدموها والله اعلم واش خاسر ولا خارج ما عرف حتى الفلاح راه كيبكي والفلاح كيبكي ووليداتو والله يرحم والدي ما ديرو لنا شي حل ما ديرو شي حل ما ديرو شي حل وراح مشينا فيها والفلاح شحال شحال وهذا العام الفلاح مسكين كله قاعد في داره كلشي رجب الله يرحم الوالدي والله شوفوا والزيت طلع والسكر طلع والمازوت طلع والعيالات كلشي ضايع والرجال ضايعين واللي عنده ولاد الزهره مشى فيها والله دوك ما تمشي تاون ديال الخير وراح مشينا الله يرحم الوالدي وتمشي تاون ديال الخير وعاونوا الجراح وعاونوا المسكين وعاونوا المسكين راه مشى فيها وشوفوا حالتو كي ولات والفلاح رزقو حنا تبعناه والله يرحمكم هادي دار المسؤولين وانا ما راعي وشويه واللي غلب يعف واللي غلب يعف اخوتي الله يرحم الوالدين ولا حنا مشينا فيها احنا من غنديهم العيالات والرجال ما قاعدين فيهم العطاطا.